نواصل في بناء سكنات نلتزم بها، إنما نوقفش. ملايين سكنات ستبنى إن شاء الله، ريفية وحضرية بمختلف أصنافها، حتى يستفاد الشباب تاعنا من السكن. نشوف كذلك بالنسبة محاربة الآفات الاجتماعية وعلى رأسها محاربة الرشوة والفساد، نواصلوا على نفس المنوال، نصلح أحسن الحماية تاع المستضعفين بالأخص ذوي الحاجات الخاصة، المرضى، مرضى السرطان، هذه كلها تكون على عاتق الدولة إن شاء الله، وتقوم بسياسة اللي تسمح لنا باش يعني نتكفل أحسن تكفل بهذه الأصناف تاع المواطنين اللي هما مواطنين مستضعفين.